بنروح لاتينا رزق الله. مثل كل يوم خميس مسؤولة مكتب شكاوى المواطنين في مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تنضم لنا عبر سكايب. صباح الخير تينا. هاي تينا. يسعد صباحكم. وانت كمان به. تسلمي تسلمي. بحكي مع انه وضع المي مش منيح يا تينا. عندنا كذا شكوى. عم بيقولوا لي هلا ببصليم انه ما عم تجي المي ابدا ابدا. وبجسر الباشا الى خمسة ايام مقطوعة، شو المشكلة؟ جسر الباشا مش مقطوع. هلا قبل ما نفوت بقصة هيدا بدي اقول انه النكتة كثير مهضومة على قصة البكي، وبدي اقول لك مش هيك، انا ما ببكي قدام حدا. عفاكي تينا عفاكي، بس ليكي حدا بعت لي هلا بقول لي مش بس بعض الدول عندها صواريخ ذكية، ويمكن بعض الاحزاب بلبنان ريتا عندها صواريخ دقيقة وذكية كمان. شو مزوي هيدي من بعلبك استاذ انطوان. صباح الخير، تفضلي. انت صايرة مثلها. خلاص بدنا اياكي تبكي عند عبده، بيعرف يواسي مظبوط. عبده ببلكي الجراح. تسلمي الله يخليك. تسلمي الله يخليك، تفضلي. جسر الباشا مظبوط، عنا المولد له فتره، وهلا ما انه الكهرباء عم تنقطع كثير، يعني بدنا نستنظر هول الامور، بس باذن الله بعد يومين المفروض يكون محلوله. امبارح كان حلوا قصه الفنار، لان كان كمان مولد الفنار ما مش ماشي، وكل اهالي الفنار كانوا ما عم توصل لهم مضبوط المي، فامبارح مش الحال. يعني هلا خلصنا من الفنار، هلا عندنا جسر الباشا. كانك عم تقري افكار مدام جراش، لانه هلا بعثت لي بالفنار يوم اي يوم لا لساعه وحده، قلتيها يعني وصل للجواب. تفضلي. هي انا كثير كثير انا واضحه وبحب، لانه المواطن بيبقى اللي عنده مشكله ناطر بناطره يعرف شو خبريه، مش هيك بذكروا الكلمه. منطقه كفرشيما كمان عندنا ذات المشكله بسبب انقطاع الكهرباء، المولد انتزع، عندنا بروبلم فيه. هلا ان شاء الله انه نصلح المولد ترجع المي طبيعيه. وبذكر انه فرشيما ولا مره كان عندنا يعني قليل سيصير عندنا بروبلمات. يعني من هون انا اللي بدي اقول انه المؤسسه كمؤسسه ما عندها مشاكل بهالمطارح، لو كل شيء نورمال، يعني لو قدرت تصلح بسرعه، لو الكهرباء طبيعيه. يعني اللي بدي اقول انه المواطن بده يعرف نحن عم نمرق بظروف عم بتخلينا تجبرنا انه يكون التوزيع بعد المطارح قليل، بس عن جد عم بيعملوا الماكسيموم، يعطيهم الف عافيه، وخاصه كلهم سانز اكسبسيون، بس المهندس توني الزغبي اللي عم بيلبينا بسرعه كثير. وبدي اقول كمان انه كسر وين ان شاء الله عم بيقولوا لنا انه يمكن يزيدوا ساعات التغذيه قريبا، لانه الوضع منيح الحمد لله من دون ما نحسدهم. في عندنا برج البراجنه ما عم تاخذ منيح، لانه بتاخذ من المشرف، والمشرف عندنا كمان بروبلم بمولد الكهرباء. نعم. هيدي كل شيء بالنسبه لتوزيع المي. في عندنا انه جمعه الجاي ابتداء من الاثنين ترجع المؤسسه لدواماتها الطبيعيه، يعني من الاثنين للجمعه المؤسسه بتفتح ابوابها للساعه 3 ونهار الجمعه للساعه 11. نحن الكول سنتر من الاول ما عندنا هيدا الدوام غير، يعني موجودين دائما. شو كمان بدي اقول؟ بدي اقول انه هيدا الشهر شهر يعني اثنين شهر شباط كان عندنا 565 شكوى، مقارنة مع سنة 2020 835 و2019 956. ليه بدي ضوي عليك؟ حتى اقول انه عن جد المؤسسة عم تشتغل رغم كل هاي الظروف اللي نحن عم نروح للأسوأ، المؤسسة ما عم تتساهل ابدا، عم تعمل الماكسيموم، وعن جد يعني بتستاهل انه اقول يعطيهم العافية كلهم. يعطيكم الف عافيه. نحن بنقول يعطيكم العافيه كمان. وشوفي لنا اعملي معروف اذا فينا نشوف كمان قصه بصليم ليش عم بتكون مقطوعه المي، لانه الشخص اللي ودي لي اول شكوى هلا عم بيرجع يحكينا، عم بيرجع ياكد انه بلا لها كذا يوم المي المقطوعه. اذا عندك جواب قبل 2:30 تواصلي معنا واتساب حتى نقول للمواطن. بس انا بدي هو يتواصل معنا، لانه بصليم عندنا نص تاخذ من المتن العالي نص من المتن الساحلي، فاعرف هو وين. لكن على 17 13 اطلبوا دغري مدام تينا وهي رح تجاوبكم. مضبوط مضبوط. ميرسي كثير. ميرسي. شكرا لك تينا، رزق على يومك موفق.